داست السلطات الفرنسية على برنوسه استحقاراً واتهمته بالقتل زوراً لتجر به إلى سجن بربروسا مذلولاً مقهوراً فتخلع عنه عباءة المعلم وتلبسه تهماً ليست على مقاسه. وبين مد وجزر في حالته قضى الرجل سنوات بين سندان القضبان ومطرقة الظلم والتعذيب، إلا أن شعلة الإيمان بالله لم تنطفئ من قلبه، فطالما كان يردد لقد ابتلانا الله تعالى بهذا ليمتحن صدقنا وإيماننا، وهذه سنة الأنبياء والعظماء. ولد سنة 90-800 بضواحي بلدة سيدي عقبة بولاية بسكرة، وبعد 4 سنوات من ولادته هاجرت أسرته إلى الحجاز هرباً من سياسة التجنيد الإجباري في صفوف الجيش الفرنسي. حفظ القرآن الكريم وتعلم أصول الفقه والسيرة النبوية داخل أسوار الحرم النبوي على يد أساتذة كحال حمدان لونيسي الذي نزرعوا فيه بذور الإسلام فأزهرت خيرة الأعلام. وفي مدينة العلم والدين ضرب له القدر لقاء مع بعض العلماء الجزائريين كعبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي ليكونا بشارة خير عادت به إلى الجزائر في مارس 1900 بنية حماية أملاك عائلته ليمكثا إلى الأبد بشخصية حجازية في ملبسه ومنطقه وفكره. بقي العلامة الجزائري يحمل الحنين في قلبه لأرض الحجاز، حتى قال فيه ابن باديس وهما على ظهر السفينة إلى باريس: فلما ترنحت السفينة على الأمواج وهب النسيم العليل هب الشاعر من رقدته وأخذ يرشق أسماعنا بأشعاره ويطربنا بنغمته الحجازية مرة والنجدية أخرى ويرتجل البيتين والثلاثة وهاج بالرجل الشوق إلى الحجاز، فلو ملك قيادة الباخرة لما سار بها إلا إلى جدة، وإن رجلا يحمل ذلك الشوق كله للحجاز ثم يكبته ويصبر على بلاء الجزائر وويلاتها لرجل ضحى في سبيل الجزائر أيما تضحية. أقام بولاية بسكرة واتخذ من التعليم غاية ومبتغى، فاحتضن طلبته بجامع بكار بكل ما أوتى من علم ودين، وكان يعقد مجالس أدبية يحضرها أدباء ومثقفون أمثال الأمين العمودي وشاعر الجزائر محمد العيد آل خليفة. وبسبب هذا النشاط كانت السلطات تعتقله من حين لآخر، فعاد أقوى مما كان في الدعوة للتوحيد والأخلاق الفاضلة. جعل من الصحف الشريان الأعظم الذي يضخ فيه خضيب أفكاره ورسائله للدعوة والتعليم، فقال عنها: إن الجرائد في العصور الأخيرة هي مبدأ نهضة الشعوب، والعامل القوي في رقيها، والحبل المتين في اتصال أفرادها، والسبب الأول في تقدمها، حيث صدرت له عديد المقالات في الشهاب والمنتقد ليؤسس بعدها مجلة صدى الصحراء سنة 25-900، تلتها جريدة الإصلاح سنة 27-900، حاملاً مشعل الإصلاح والتوحيد اهتدى إلى جمعية العلماء المسلمين ليكون من أبرز مؤسسيها، فأدلج بقلمه عقول الجزائريين نوراً. سنة 33-900 منع من التدريس بتحالف من السلطات الفرنسية واعتقل بعدها ظلماً، وبعد الإفراج عنه عاد إلى محاضراته بنادي الترقي، وبقيت مقالاته تلوح برصاصات التعليم والمقاومة في رأس كل جزائري، إلى أن أثقل عليه داء السكر فأودى بحياته في 61-900.
رحل الرجل وبقيت آثاره ها هنا، فقال عنه العلامة أحمد حماني: فأقبل عليه الناس وأثر في الوسط تأثيرا كبيرا، فقلت الجرائم والفساد والاعتداء والسكر، وتفتحت الأذهان والعقول، وزالت عنها الخرافات والبدع والشوائب. وقال عنه عبد الحميد بن باديس: من ذا الذي لا يتمثل في ذهنه العلم الصحيح والطيبة في العشرة والصدق في الصحبة إذا ذكر الأستاذ العقبي؟ أظنكم عرفتموه، إنه الشيخ الطيب العقبي الذي جعل من الجزائر أرضاً طيبة بعلمه ورسالته الإصلاحية.